مركنا ولا إله شسمتنا ولا إلهي مخلوقات كإلهي عبوية المان تودنا ولا ولا دريسي شنادا ولا قرحي قر العين ته ولا قرحي ولا واقع وليد وهذا الحيان ولا واقعيا حبيك تستوتي هذا الضمبي واقعيا وأفر تساع الضمبي تدك يعني ولا سوق في دروك مهر مره وإلهي لوك الدوادا ووقت الضمبي وقت جاس وحنا إلى وقت التليادة الإلهة وقت إلهي سبحانه وتعالى ومدي سال هذا الحيو أو كل غفران ذنب هيو ذنب دافع يا غفران ذنب هيا وهم ذنب دافع يا إجد ذنب هيا وحوان سيريا إلهي سيداس بولية مرأك تعيا عن النادل يس سيداس مركز وحال إرادة وقت جاس الوقت الغر مرة وقت جاس ويتواضع المنطقة دور العين فيو وحيليه نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الراضيات فلا نسخط دوبا لمن كان لنا وكنا له إليه وحنا وواريا وولد الآن بمني أهل الجنة وحور العين تا إلهي هو أبو ريو بداية إليه لكن هي ملك وحيارها وحي كميده بالله عليه أن الضمات كرهي مخلوقات كمركة يعني أشياء المذكرين يروح على قد يقرأها وحب بالله له ضماتنا له يوح عن ضمات لهين باللون لهين يوح باللون له ضماتنا لهين وعن أماني وحو يوح باللون له ضمانا يا نوع أنك مردوان على نهدر نوان إمانينا مرد وجود كينا عن هذا العالم كان شربنا وحو يوكدو لنا عالم البرزخ انتقينا عالم هذا حساب انتقينا أفرت عالم أساس فرق الجدومي أو نبقى مرد فنكرك الجدومي هو وين المخلوقات الوحيد العرائي مركة إلهي باللون ملك أمارنا ملك بالميرو قصر باللوضان ملك ميرو قصر مانيانا ملك حر العين توقل يتأيي تنظر إيا نعطى إيا مخلوقات كيف يجيعوا بالله إليه لكن أمار ملك أمار ملك عليه هذا إلهي وحفظك إيا تنظر دار الجزء للمؤمن روح مؤمن كالدار في المؤمن المرضي إلهي كريم سنارتنا وحو كبغي دار العقاب وكبغي للعاسي روح عاسي ماشي الوح عذاب هيبو كبغي مركة الحمد لله إله ما هذا السنة بشان مركة مولد كار وحلوه مقعدر يدبغي على شديس عليه السلام والسلام لكن مقعي هذا فبيع الأول بالي فبيع مقع عاسي وطرواقه معنيه يعني وقت طرواقه وحا لي راه ربيع الزمن علينا الزمن كفرواق ليس برك وحا لي راه من شاعر ما وحو يري مثلا وحان او ادي ادو في النبي ولد يس عليه السلام وقف في هل ما اركان يكون من يجي النبي عليه السلام بدايه سحبيب اللو قدرينه وهلون وجهي سخف في اركان ورب وهلون هي بعد يعني ضبطه وفنا الهكم خصوصيه وفنا اديوكم خصوصيه أفضل ما كان أراك أبي أنا يعني قلبي قال الله بسويه له في سمياء في مركز أراك قلبي قال الله حيا مركز بيوح في سنة أفضل مركز أراك آخرة في سنة سريعة عبسي في سبعة جيس مركز قفنا أدريه خصوصية قفنا أغرب خصوصية مركز دي قفبي ما النبي عليه السلام والسلام من رآه مثلا بداية هاله وحيد باللغة أركبة النبي قال وجهي سبع أركع وحو أهام منتها الديبة كوها من لغوة نور بغلبي سيكون عائي وأبي وبضان وأركي النبي عن حميدين وقال لولي قرد انتي فركة النبي قال نظر شديس عليه السلام والسلام إنا ندب بغلبي نسيد إلهي الموضوع الصيب ومن ليه هاي واحد منكم من يستمرون barkaan iyo soo saare rasuul adiga keenay haddana inuu naga mid yahay waa manna kale fiiriga hadii nala soo saare lahaynadi jinni ah oo aanan arkay ama mid malaga oo aanan arkay waa yaabi lahayd manna jooga soo naga maqay manna jooga waso waa naga maqay waxaan la soo saare bashar bin aadama oo nala xidabayo nala hadlayo oo faraaqa meel ka qabsanahay sideenoo kale meesha aad fadhida hadda qof kale ma fariisay هذا بيعشي فراغي هذا بيعشي
saasoo kale qof soo noo soo fariisanaya oo aan u jeedno indhaha aan uga dargeyno sawdkiisa dhagaha aan uga dargeyno aan taabanayno salaamayno ilaahay markuu nasiiyo rasuul nooga dhiga waa mannay waa nagu mannaysa ilaahay subxaanahu watacaala. Waxaad dareemi karaa marka qofkii imtixaankiisu intaas uu ka badan yahayo wuxuusan aqoon loo soo diray oo ama jinni ama malaq loo soo diray oo aan kala garanayn inuu la joogo iyo inuu ka maqan yahay. Waayo markii asxaabta nebigu la joogo nin saxaabiya maali wuxuu ku yidhi naafada xandalatu yaa rasuulallah buu yidhi ilaahay rasuulkiisoo ninka xandalo la yidhaahdo waa munaafaqoobay buu. Markaasuu leeyahay muxuu la munaafaqoobay? Marka wuxuu yidhi markii aan kula joogno waxaad moodaa buu yidhi malaa'igu inay na saaran tahay waa la saaran tahay laakiin midaan u jeednaa inay madaxa naga saaran tahay sidii bakeeri shaaha haddii madaxa laga saaro maka dhacay. Saasay wada yihiin iyagana markii nebiga la joogan calayhi salaatu wasalaam. Marka markaan kaa tagno gurigii tagnaa ilmihii iyo islaantii aan la ciyaaraynaa marka waxaan isleeyahay waxa aad ku jirtaanba dab maaha waa inaad markaa nebiga joogta saatii guriga markaad tagtaanba sidaasamarkaasuu yii ilaahay rasuulkiisoo laba dhaqana yeeshay oo markaan guriga tago iyo markaan kula joogo isku dhaqanaa marka naafaqa xandalatu xandala waa muna markaasuu yii yaa xandala saacadi saacadi xandalow marka aad ila joogtaan saaad ku sugan tihiin hataad ku sugnaa lahaydeen markaad gurigiina joogtaan iyo markaad dariiqa socotaan malaa'igtaa dariiqa inta idinka ixtimaaday sida dadka idiin salaamayeen sida dadkoo kale aan malaa'igtu idiin salaamayeen laakiin yaa xandala saacadi saacadi marka saacaddan waxa aad ku sugan tihiin oo dareemaysaan cabsida ilaahay ah wixii idinka dhaca markaasoo kaleeta alla idinkugu dhaafaya la idinkaga tirayaa waa isdaaweynahaya waa isdaaweynaya. Marka ilaahay wuxuu nagu mannaystay rasuul annakii naga mid ah ayaa ilaahay nagu mannaystay idbacata fiihim rasuulan min anfusihim haddanaha naga mid ahaadee yatluu calayhim aayaati korkooda wuxuu ku akrinahayaa buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala aayaadki ilaahay qur-aankii uu akrinaya markaasaan ka dhegaysanin sawdkiisii macaanka badnaa ayuu akrinahayaa raggii la kulma la kulmay oo ka dhegaysto nicmo la kulmay raggaasaa indhahoodu wax wanaagsan arkeen dhagahooduna wax wanaagsan maqleen. Zayd saxaabi la yidhaaha nin taabici inta u yimid ayuu wuxuu yidhi yaa zaydu zaydow racayta rasuulallah wasamicta qowlahu wasallayta khalfahu waamanta ducaahu laqad laqayta yaa zaydu khayra kaiira waa nin taabiciyo cishqasan nebiga muxuu kuula yanula kulli weyn wuxuu yidhi zaydow nabigeed aragto indhaha ku arag sawdkiisiina dhagtaadu ku dhacay salaadii qabuulka ahaydoo la aqbalayana gadaalkiisa ku dukaday ducadiisiina waa aaminsad zaydow wax badan oo khayro la kula kar khayr badan ala kulat yani wuxuu aad iyo aad u tamaninaya inuu warkaa la joogo dadaan ilaahay siiyo oo u qadaray inay ku dabadusadaan inay yani aaminsadaan ducadiisa inay amarkiisii qaataan waxaasoo dhan dadka lagu risqiyay waxaa lagu risqiyay dhibaatada ay la kulmeen waad aragtay muhaajiriin nin fanfaniin dad oo soo fanfaniinay yaa oo waddankoodiiyo dadkoodiiyo duryadoodii kasoo faniinay muhaajiriin la dhihi jiray oo aan wax xoola haysana dad iyo duryaba kasoo tageena nebigu u yimaadeen asijiinta difaaciya markaasaad rabtaa ilmahaaga iyo islaantaadi haddeed dhex joogan inaad isa sheegato tiraado war anugu muminaan ahayo muslimaan ahayo aawa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa waxa waaye waxay gurigoodiiyo ka tageen islaamadoodiiyo ka tageen awlaadoodiiyo ka tageen ahalkoodiiyo dhanay ka tageen markaasaa guryaha dhexdooda lagu dabri jiray si uusan u baxsan sida xoolahoo kale loo dabraya si uusan nebiga u raacin calayhi salaatu wasalaam. Markaas ayaa kuwa saas fanfaneenka adduunka isaga yimid yaa waxay yimaadeen madiinatu lmunawara kuwii soo dhaweeyeen ilaahay ansaar buu baxay ayakana muhaajiriina loo baxay markaasaa ilaahay yihi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar aayaddaasaa ilaahay ku amaan kuwa dhaqayo iimaankii u dhaqay jannadii haddana u dhaqay waa muhaajiriin iyo ansaar. Maxaa muhaajiriin loo hormarshay? Waa dhib badsadeen iyagu waayo ansaarta islaamahoodii iyo caruurtoodii iyo la joogeen haba u gargaaran islaamku ha soo dhaweeyeen nebiga laakiin guryahoodii bay joogeen waxaa ka dhib badsaday nimanka ilmihii iyo awlaaddii iyo dadkii iyo duunyadii wax walba ka soo tegay
النبي قد دورتي هو ساكن بس أيضا يك الجهور نشمر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى أيه سبحانه وتعالى مرحبا وحنا نقدر آخرنا هيا آيات سيبون نقدر آخرنا هيا وحنا نقدر آخرنا هيا حكمتي حكمتها آيات دمرك آيات داس وكلام تلك الصور في الوجه هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن حكمتها وحى الإرادة مرك إذا لقاهم لخير يوم القول صادق يوافق للحق يعني هذا الكلام تام حق وافقة كاسح حكمل الإرادة آيات دام لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه هذا وحى مرك أمدي برأي القرآن ككريم كي السنة دي سبرة هي النبي عليه الصلاة والسلام إلا راعدي سواجبه إلا قال لي أحدنا مايا وإن أسقى وضدي صلتنا عبلا طلبتا أنبيادي أكسوا قرنا قرينا إنتي كهر لدي أمضى إسكالهي وأنا فميسانها فسالة دي يلبين مدو دي لكن وحنا بري نبي جانا محمد عليه السلام ذات إذا أسقى كل عاسمي أبا إنتي كالله ما فميسانا وحنا قام أبراه يا متر وأدو يريو كالآبرا وكل عاسمي أبا ويانا باره يقنقنا marka aabaha baahi u noqoto oo yana baahi u noqoto hadda nabiga la rumaydo wax alla wuxuu la yimid noo rumaynaysa wax alla wuxuu la yimid waa u hoggaansamaysa oo waa rumaynaysa wuxuu la yimid abdiyada inna rumayo xishii ka horayda la rumayo asagay gogol xaq u ahaay oo walba ahad iyo meetaaq ilaahay la galay adoo joogo umada dadac jooga hadii nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam waa inaad raacdo rumaydo فإن الراعي سوف ما ينسىه إلهي بلا كرقة مركز مد والبين النبي الكراني نبي السوقي دراعي بي وحي إرالي وحي هو هاي النبي عليه الصلاة والسلام إلى رضا عيدا كهرس عدو قبارتا ومركز عيدا ماشي عن عدو عيدا كوحو ثمانية ميات إلى رضا بارتي وعن تقال كتير من رضا سومرية مركز أنبياء النبي كهر بيدي كأنما وضعيقه الدراعيها إلى رضا وضعيقها مد والبين النبي السوقي وأوصي بقول حالي مركا إلهي سبحانه وتعالى وحنا نسي نبي أن محمد عليه السلام وسلم إلهنا وشكرنا نعم ذات إلهي نسي إلهنا وشكرنا طبعا شاكا نبي أن عليه السلام وسلم هو سمي وصومكر أنبياء الإلهي وحي كحمد نغي كرين أخيك لسي صوم ويصومك مثل الملك وعبادة عن مثل الملك مركا مالك أصبح اثنين ويصومكر markaas la weydiiyo maxaa ku soo taa maalin ka soo xireen ilaahay rasuulkiisa markaas buu wuxuu yiri fihi wulitu wa fihi unzila alayya alquraanu maalin taari wa maalin tii la dhalay waana maalin tii quraanka kariimka la igu soo dhisay marka maalin tii nabiga la dhalay alayhi salatu wa salaam wa maalin adwi hadana maalin tii quraanka lagu soo dhisay wa maalin adwi marka waa laba xaajis laba dhacdo ومال تحديد تعلو إله مرت وشوفين يا إيجاد أنت لا هيسية أسرع هي تخصيص كمثال سيال مال تحتنين تا ويوم معلوم هو كلام حسين هنا فضل هذا معلوم مخلوقات أكثر ضيسين مثلا سبت وقلت أرضا أنا إلى هاي كذي أرضا مال أنت اللي في سبت بعد هاي أحدنا ولا تير بيو تير كلا صار بورا مركز التميت سميدو الوقتين un baa buuraha la saaray xadda isniintana waxa lagu farto dhan baa la abuuro waxa la cunaa madaragtu ama geed ama wax kale intaaba dhan ama hal la gudsan oo insan baa ku raaxaysto ama carab baa ku raaxaysto macaan han noqdeen ama wax kasta oo maxmuum ama macquul ama macquul kulliba waxa la abuuray isniinta marka isniinta maadaama wax lagu farxo dhan la abuuray wax lagu farxo la soo dhaweeyo waxa ku qaliisan waxay ahaayeen iimaanka waxaana la yimid nabiga markuu dhashay marka maalintii farxad lagu abaaray maalintii farxad itnaayn taahay yaa maalmihii looga dooray maalinka masala bataraadadana makruumaadka waxa la qaado dhan ayaa la abuura iyada arbacada iyadana waa arbaca nuur waxa ifaaho dhan warra hadday tahay bil hadday tahay diga hadday tahay anwaarta dhan baa la abuuray khamiisna waxa la waxa dhulka ku kutubaa rabbaha oo bahaa'im ah oo rubaynahaya waxaas oo dhan baa lagu firdhiyey jumcada markaa casirkii kadib galab jumca casirkeedii marka nabi aadan la abuuray nabi aadan gogol xaari intaas u sahayn moogta banu aadamka aabihiisa markaa la abuuray marka maalmaha maalintii ugu abaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam
ويوم الفرح مالنتي فرح على الوأبار مالنتي وصوت الوأبار النبي عليه الصلاة والسلام أسير ومالنتي الله يطلب مركب وأبدا ما شادينا وسورة وينينا إلهي نعمدي سابقا شكرنا إنا ما شاء الله كان ما نسد هل كان هذا قول وليكم آمادي أنا وكم آمادي كل العديد إلا كل كتانا والغياء أنا وهذا قول لكن ماشا كم آمادي إلهي بان أمر قاتك شانينا إنا نبقى كحسن عليه الصلاة والسلام Salamu alaykum.
القصائد سلام على مصطفى وسلام صلاة على مصطفى وسلام صلاة على مصطفى وسلام صلاة على مصطفى صلى الله على مصطفى وسلم
والسلام الصلاة على مصطفى والسلام الصلاة على مصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام Thank you.
على الحبيب محمد وعلى الآل محمد
ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل محمد ربي صل على الحبيب محمد وعلى آل Thank you.
meeshaan aan ku salinayno waxay ka mid tahay amarkii ilaahay uu yiri salluu calayhi oo ku saliya ilaahay ya haddana waxaa tasliyana la siiyey aan ku dayano markaas ilaahay wuxuu yiri inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala nabi ya ayyuha alladhiina aamanuu salluu calayhi wa sallimu taslima ilaahay iyo malaa'igtiis waxay ku salinayaan nabi weliba maaha hal mar yusalluuna waa ficil mudaaric ficilka afcaasha waa maadiya mudaaricii amar saddex marka mudaaricu waxyaabuhu faa'iideeya waxaa ka mid a tajadud waa cusboonaada ma joogsido saasa iska soconaya marka salliga ilaahay iyo salliga malaa'igtu nabiga kudus waa ku soconaya waa ku soconaya maka gu'ayaa kaanagoo kale mahanaan ka aamusayno daalay ilaahay iyo malaa'igtiisu waxay daa'imayaan inay nabiga ku sallinayaan calayhi salaam يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا هو إلهي تمي رسول كيسو قصر يا إلهي والسلام ما يصلنا ويصلنا وأمرك إلهي قاضينا جاب أن أجيبنا أمرك إلهي إلهي وحن قبر يا إلهي وحن مركة إسقرينا إلهي رسول كيسا إسقرينا نفتي ذي نفتي نبأ وإسقرينا وحواي أنت بحر والمادة من الدلاب شيخ سوري وحن تلمان وحو أماري التواب بضم وفهر مركز ومركز دم وحوي إله رسول كيسو بطأ تهب نينك يقو أمام ما قانا من بط فرق تهب وحواي بط من فرق تهب وحو قغاري ليا ما يا وحبك قارن ماي أدو حتى القلي وحبك قاري وحبك قاري ما إني قيانا العرامد ديوتك ينطمها فرتي وحبك قاري ليس marka anta bahru walmaad min adilaa wa sida soo qotilna alhamdulillah rabbil alamin wa ha ilaahi mahdi aan ku mahdineena in ummadi nabigeena ilaahi naga dhigay ya in ummadi nabi muhammad ilaahi naga dhigay wa mahdi ilaahi wa ilaahi ma ku mahdineen oo markaas aan noqonay sida qayb ugu suru aha qayb ugu ma aanu noqon ummadaha kuwa ugu qayb badan aanu noqon wuxuu yiri وتمور سبعون أمم بي وحق أما يستيريسا خطبات المضر أنتم خيرها وأكرمها على الله خطبات الكيبة كمشة هذه هو خير بنا هنا كرام بنا إلى أهل وعن مكة كرام الله كم مطيسنا والنبي عليه الصلاة والسلام مركان نقول لما دعا الله داعينا لداعته في آخر من الرسل هما أكرم مركة إلهي النوبي يا ري kale bereeyay ina qofka la diido annaka markaa dambiga naga baa astaghfirullah astaghfirullah markii nijaasa inaga waqfu meesha la kari jiray haday marataa in haday shifta ma kan ka qaado mesela ka dambiga si ka dambiga ya waxa waye yaabihi tii jahra ku arkay in diinay marka cabsida ilaahay baa isfarayna meeshan waa ku barwaaqoon waxa aan isugu nimid waxa waaye saligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u dabaal qaadaynaa waa u dabaaldegaynaa waa maalin khayr badan habeen khayr badan gel khayr badan saad khayr badan marka loo fiiriyo wilaadada nabiga calayhi salaam marka ilaahay nagu yiri baan haatuma khayr macalimaan ilaahay nagu siiyo haatuma khayr macalimaan ilaahay nagu siiyo uuraha aan u joogna halkaana ilaahay ha noogu safima ilaahay ha noogu sahal ya waxaan u qabtay waxa ay tahay saxaabada barakeysa hawl
Gracias.